يا اخوان لابد نتعلم الدين. اذا نحن لم نتعلم من يتعلم؟ والله عيب مسلم ولا تعرف الاسلام، موحد ولا تعرف التوحيد، لا تعرف الفاتحة، لا تعرف الصلاة، لا تعرف أركان الإسلام الإيمان. لابد نتعلم أساسيات الدين. نحن لا نتكلم عن علم النافلة، نتكلم عن العلم الواجب. لابد نتعلم. لابد نجتمع لا نفترق. لابد يكون عندنا نصح، تنصح للمسلم، تنصح لغير المسلم، تدعو غير المسلمين. لابد أن يظهر عليك الإسلام. الإسلام ليس في المسجد فقط، الإسلام خارج المسجد وداخل المسجد. يظهر الإسلام على أخلاقك، على تعاملك مع الناس. أتدعو الله؟ تفتقر إلى الله أن يعلمك الله سبحانه وتعالى. أنت لماذا خلقت؟ تلعب؟ خلقت حتى تلعب؟ أو تأكل وتشرب وتنام؟ لماذا خلقت؟ لعبادة الله. طيب هل أنت في الدنيا تشتغل للعبادة أو تشتغل للدنيا؟ إذا تشتغل في هذه الدنيا بغير العبادة أنت مثل المجنون. إذا تشتغل في هذه الدنيا بالعبادة والله تسعد. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وجوده وكرمه أن يرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه، الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.